شكلنا رح نزعل من بعض. أنا طلبت منك أكثر من مرة إنك تبعدي عن المريضة حياة، وأنت ما عم تردي. أنا بدي تعرفي بإني أطلب منك هذا الطلب لمصلحتك. أنا خايف تأذيكي مرة تانية. دكتور حياة، مع كمية الأدوية اللي بتاخدها مستحيل تأذي نملة. أنا حاسة إنه في سر بحياتها وهو سبب مرضها. هي حكت لك شيء؟ أبدا، موضوع ابنها بس. شوفي دكتورة لينا، مرضى الانفصام هدول عندهم قدرة عالية على التلاعب بالأطباء. أنا على فكرة قبل هيك صدقتها. على كل الأحوال أنا بدي إياكي تبعدي عنها وتكوني واثقة بأنه بطلب هذا الطلب لمصلحتك. عن إذنك. حكي الدكتور طارق مش مقنع. أنا شفت الملف بعيني، بس ليش؟ وشو مصلحته؟ نزلي ايدك تمسكي وجهك. هاتي بقولك هذا مش ابنك، هاي لعبة. نزلي ايدك تمسكي وجهك مرة تانية، فاهمة ولا لا؟ بعدي؟ لا، بعزي ايدك. ابنك مات وشبع موت، لعبة هاي. لا، هاتي تمسكي وجهك. لا لا لا، بعزي ايدك. هاتي بعزي ايدك. بقولك نزلي ايدك تمسكي وجهك. مجنونة هاي، مجنونة، بدها تاخد ابني. يا مجنونة، مجنونة. ممنوع تطلع من غرفتها إلا بإذني. بكرة الصبح بتصير منيحة إن شاء الله. هاي نجاح. هلا شو اللي بده يصير؟ شو؟ بدك تحكي لي كل اللي صار. أنا ما سويت لها إشي. هي دايما بتفكرني بدي أخذ لعبتها. أنا شو بدي فيها؟ عمرها حكت لك إنه هي زهقانة؟ هي دايما زهقانة. ضل إشي تاني بدك تحكي لي إياه؟ لا، أنا ما بدي أحكي لك إشي. أنا بس ما بدي أحكي معاها، خلوها بعيدة عني، خلوها بعيدة عني. حاضر، هلا روحي على غرفتك. ولك بتفكري واحدة زيك ممكن تضحك علي؟ مين هذا اللي اسمه وحدة؟ ما بعرف. مش هو حكى لك انه بدي اياني في شغل؟ ليش ما سالته؟ قلت لك بدك تدوري معي، احكي. ما بعرف. ايدي. بتعرفي؟ اذا بعرف انك بتكسبي علي، صدقيني ما حدا رح يرحمك من ايدي. انا طلبت منه مهله افكر. ما أدري شو أقول لك بصراحة. عزيز ريال زين، لكن المشكلة إنه متزوج، وأنا رأيي من رأي ندى إنه ما ينفعك.
ول عليها من ساحة مايد وهي حاطة راسها براسها ونازل عليه ولا سكتت. ما علي أمي، تراهم أخوان مشتاقين لبعض. إيش تب أخوان مشتاقين لبعض؟ أقول أشوف بنت أنا دمايت وياها، أكيد إنها مقهورة وميتة بغيظها بعد. أمي أنا أقول خل نروح نقعد معاهم أحسن، ما بعد لحنا واقفين هني وهم هناك قاعدين. يلا عشتوا وايد تعرف الأصول، صار أنت يلس وياهم بويا، ما بالحين عقب بلحق نسر. ألو ألو هانت عليك. تعبت يا ندى، تعبت من الهرب. أنا بريء وانت عارف أني بريء. شو يعني؟ بدك تسلم حالك؟ لا طبعاً، بدي أدور على القاتل ولازم ألاقيه. سأل جابر ما رجع المزرعة من امبارح وتليفونه مسكر، أكيد شم الخبر فركها وهرب. أنا كل اللي بيهمني سيف، معقولة كل هالوقت كان في عمان وما فكر يتصل فينا؟ هذا اللي محيرني. أنا بدي أقوم أغير وعي. وين رايح؟ بدي أوصل الشركة. ساعد هلأ موضوع عند الشرطة وإلا ما يوقع بين إيديهم. إيش مالك؟ زعلان من حالي ومن هالدنيا، هيك حاسس بعجز جواتي، واحد بعيد وهارب ولا قادر يعمل إشي ولا حتى يحمي عيلته. سيف ما تحمل حالك ذنب انت ما إلك فيه، ساعد هذا واحد نذل. مستني حدا؟ لا انزل تحت بسرعة. مرحبا. اهلا حضرة الضابط. معنا امر تفتيش البيت. تفضل. يلا شباب. بدك تروح مني يا سالم؟ وين؟